السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. أنا إن شاء الله نقدم واحد الموضوع ديال كيفية الاستفادة من تربية الأرانب ومضاعفة الربح من هذا الدومين، هذا يعني التربية ديال الأرانب. سبق لي درت واحد الفيديو من قبل عن طريقة ديال التسويق، يعني ممكن أنكم تاخذوا هذا التربية ديال الأرانب بواحد المنظور آخر، وهو أنكم تديروا تجارة. الحيلة اللي كنت قلت يعني اللي ممكن أنكم تستخدموها وممكن أنكم يكون عندكم واحد دخل قار، إما دخل شهري أو أسبوعي، لما لا، يعني هي التجارة. يعني يكون عندكم واحد الأقفاص، تكونوا كتعرفوا كيفاش تقلبوا الأرانب، كيفاش يعني كتشريو، ما تشيروش أرانب مراد. وأنكم السر ديال أنكم تعيشوا الأرانب بواحد يعني طريقة رخيصة، وهو الخبز الجاف. ممكن أنكم تشريوه، ممكن أنكم تدبروا فيه، يعني يكون عندكم مجموع. قضية ديال الأقفاص، يكون عندكم أقفاص، تكون كتعرفوا كتشريو، وديروا الحلبة. الحلبة أنها هي اللي كتسمن الأرانب. كاين لي بعض لي كومونتير وافقوني في هذا الرأي، وكاين اللي قالوا باللي كاين بعض المدن ما عندهمش يعني البيع ديال الأرانب بالكيلو، يعني بالميزان، لا عندهم غير أسواق. يعني هاد الناس بغيت نجاوبهم أن ممكن أنكم ديروا هاد الحيلة، غير خاص ما يشريوش الأرانب البلدية. علاش؟ لأن الأرانب البلدية واخا كتسمن، يعني ما كيبانش الحجم ديالها، يعني ما كتبانش. يعني غادي تدوروا في الاسواق، غادي تشريو واحد الارانب وتعاودوا يعني غير التسمين، وغادي تعاودوا فيها البيع. ولكن الحيله اللي قلت لكم انايا انكم ديروها، وهي انكم تسمنوا، يعني تشريو ارانب في واحد العمر ديال 3 شهور مثلا، يكون عندهم 3 شهور، وتسمنوهم يعني واحد 15 يوم حتى 20 يوم حتى الشهر كاع، يعني وديك الخبز الجاف والحلبه ماشي، ما غاديش يطيحوكم غاليين. ما عليكم الا انكم تراقبوهم، تراقبوا العمليه ديال التنظيف ديالهم. اما الناس اللي قال لك باللي ما عندهمش البيع في البلاد ديالهم بالكيلو، انا كنصحهم ان هذه الطريقه هذه راه كتنفع، لان الارنب في الرومي ماشي البلدي، الرومي في غضون الشهر راه كيبان، كيتبدل. يعني الا بقيتو كتعطيو غير الخبز والحلبه راه كيتبدل في الحجم ديالو. يعني ممكن ان هذه الطريقه حتى هي تخدم. يعني الناس اللي قال لك باللي ما كيتباعش عندهم اللحم الارانب بالكيلو، والناس اللي كيتباع عندهم لحم الارانب بالكيلو، راه هذه فكره عظيمه. يعني الا جربتوها ان شاء الله غادي يعني تنفعكم بزاف. ممكن انكم تاخذوا هذا التربيه الارانب ك ماشي غير هوايه، وانما تاخذوها كتجاره. لماذا لا؟ يعني تكون عندكم واحد وسيله تنقل، انكم غادي تمشيو تجيبوا، واخا تكون عندكم مثلا غير دراجه ناريه ولا دراجه هوائيه، دير واحد الصناديق اللور وتبقاو تجمعوا من عند الباعه اللي كيبيعوا في السوق، غير انكم تجمعوا الارانب اللي يكونوا خاليه من الامراض، يعني باش ما تعادش لكم مع ارانب اخرين نتوما عندكم. وفي نفس الوقت غادي يعني تقدروا تكسبوا منهم شي ارانب، يعني مثلا السلالات، ولا كان شي حاجه ماشي سلاله، يعني ماشي شي حاجه مجهده، ممكن انكم تحتفظوا غير على البابيون شانشيلا، هادو مهمين. اما الارانب الاخرى ممكن انكم يعني غير تسمنوها وتعاودوا فيها البيع لمده 20 يوم مثلا، راه الارنب كيبان فيها. الا كانت 3 شهور عنده وخليته مثلا حتى 4 شهور، راه كيولي تبارك الله باين، يعني ما غاديش تخسروا عليه بزاف ديال الفلوس. يعني خبز جاف والحلبه هادو راه ماشي غش، هو ماشي غش، وانما حيله، يعني انكم تحاربوا الفقر، تحاربوا البطاله. يعني كاين الناس اللي ما عندهمش تجربه وباغي في الارانب، او ما مثلا بغاو الربح السريع، يعني ما يخليوش داكشي حتى يولاد وعاد
يعني يبقاو يربيو، ممكن انهم يديروا هذه الحيله انهم يشريوا الجاهز. لما لا ان نشريوا الجاهز ويخليوا عندهم واحد الشهر ويعاودوا فيه البيع، راه ان شاء الله غادي يجيب الله تيسير. وحتى منين تبغيو تشريوا من عند البائع ممكن انكم تسولوه على واش مداوين ولا ما مداوينش، ان كاين الفترات ديال 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 المود ديالهم، وهو شهر 6 وشهر 8. هادو كيكونوا من الاحسن ما تشريوش في هاد الشهور هادو، لان كيكون فيهم تسممات التسمم الدموي. يعني الا مشيت درتو ديك الابره يعني حتى هي كتكون محسوبه، يعني واخا رخيصه في الثمن كدير مثلا شي 9 درهم لواحد سنتيم، وانما ممكن انكم حتى ديك 9 درهم حتى هي تقتصدوه، ويعني حاولوا انكم غير تشريو وتبيعوا، يعني ماشي الا بغيتوا تكسبوا عاد ديروا الادويه. اذا هذه هي الحلقه ديالنا ديال النهار، كنظن انني وصلت لكم الفكره. انا يعني المواضيع كاع اللي كنديرها كنحاول انني نهضر مع الناس البسطاء الفقراء باش يتجاوزوا المرحله ديال 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 الفقر وديال البطاله، ويعني ويكون عندهم واحد فكره بسيطه ويقدروا انهم يستثمروا ويكون عندهم واحد الربح ولو بسيط باش يقدروا يقاوموا هاد الفتره المعيشه، لان في الحق كاين ناس اللي الله يحسن العون ما عندهمش، يحاولوا يديروا مثل هاد يعني المشاريع وان شاء الله يكون الخير. اذا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا في القناه يشاركوا معنا، قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر الجيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.